بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي تلاميذ الصف الثاني الابتدائي بمدارس الأندلس الخاصة، معكم ميس سمر عبد الكريم. إن شاء الله هنشرح النهاردة درس توماس إديسون. يلا بينا نقرأ الدرس وبعد كده إيه نعرف معانيه ونحلل الدرس. توماس إديسون. كان توماس إديسون تلميذا ذكيا، يسأل ويبحث ويجرب. لم يكتشف أحد مهاراته، ولكن اهتمت أمه بتعليمه، فاستمر في الدراسة والبحث، فأصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. احنا قلنا اللي تولى تعليم توماس إديسون كانت أمه، بعد ما أرسلت إليها إدارة المدرسة إن توماس إديسون يعاني من صعوبات تعلم والمدرسة مش هتقدر تكمل معاه. أخدته أمه وتولت هي تعليمه بنفسها. قالت له إن هو أفضل تلميذ في المدرسة، وإن ما إن هي اللي هتقوم بتعليمه بنفسها. ظل توماس إديسون يسأل ويبحث ويجرب 99 مرة إلى أن توصل لاختراع المصباح الكهربائي في المرة 100. تعالوا ناخد المعاني مع بعض. ذكي سريع الفهم، يسأل يستفسر، يبحث يفتش، يجرب يختبر، استمر داوم، أصبح صار، مخترع مبتكر. تعالوا ناخد المضاد. مضاد ذكي غبي، مضاد يسأل يجيب، مضاد يكتشف يجهل، مضاد اهتمت أهملت، مضاد استمر انقطع، مضاد مخترع مقلد. تعالوا ناخد الكلمة ومفردها والكلمة وجمعها. الكلمة وجمعها تلميذا، جمعها تلاميذ. ذكي أذكياء. مهارات مفردها مهارة. أم جمعها أمهات. الدراسة جمعها الدراسات. البحث جمعها الأبحاث. مخترع جمعها مخترعون. المصباح جمعها المصابيح. طيب تعالوا بقى ايه ناخد أسئلة على الدرس. ما الشخصية التي يتحدث عنها النص؟ الشخصية التي يتحدث عنها النص هي شخصية توماس إديسون. ماذا اخترع توماس إديسون؟ اخترع توماس إديسون المصباح الكهربائي. من اهتم بتعليمه؟ اهتمت أمه بتعليمه. لماذا لم يستكمل توماس إديسون؟ لماذا لم يستكمل توماس إديسون دراسته في المدرسة؟ ليه توماس إديسون ما استكملش دراساته في المدرسة؟ دراسته لأن لم يكتشف أحد من معلميه مهاراته، لم يكتشف أحد مهاراته، لذلك قامت أمه بتعليمه بنفسها. ما نتيجة استمرار إديسون في الدراسة والبحث؟ أصبح توماس إديسون مخترعاً، اخترع المصباح الكهربائي الذي أنار لنا العالم بأكمله. ماذا يحدث لو لم يكمل إديسون دراسته وبحثه؟ اللي كان هيحصل لو توماس لم يستكمل دراسته وبحثه، كان هيحصل ان هو ايه؟ لم يخترع المصباح الكهربائي ولم يكن مخترعا. ماذا تفعل لتكون مخترعا مثل توماس إديسون؟ هنعمل ايه عشان نكون مخترعين مثل توماس إديسون؟ نسأل ونبحث ونجرب. تعالوا بقى نحلل كلمات النص. توماس إديسون. توماس فيها مد بالواو ومد بالألف. مد بالواو الممدود التاء، مد بالألف الممدود الميم. إيديسون فيها مد بالياء الممدود الدال. سون مد بالواو والممدود السين. كان مد بالألف، قلنا المد بالألف بيحب الفتحة، الممدود الكاف. طيب يا ترى كان اسم ولا فعل؟ طيب تعالوا نطبق عليها كده علامات الاسم. احنا خدنا علامات الاسم، لو الكلمة فيها ألف ولام تكون اسم، لو فيها طاء مربوطة اسم، لو فيها تنوين اسم، لو مسبوقة بحرف جر بتكون اسم، لو مسبوقة بياء نداء بتكون اسم، لو ما فيهاش أي حاجة من دول لكن تقبل أل بتكون ايه؟ برضو اسم. لو ما تقبلش أل أو أي حاجة من العلامات اللي احنا قلناها تكون فعل. كان فيها ألف ولام؟ فيها طاء مربوطة؟ لا. فيها تنوين؟ لا. طيب مسبوقة بحرف جر؟ لا. مسبوقة بياء نداء؟ برضو لا. طب تقبل ال؟ ينفع اقول الكان؟ طبعا لا، ما تقبلش ال، يبقى كان فعل ماضي. كان خلاص وانتهى، يبقى كان ايه؟ فعل ماضي، مد بالالف الممدود الكاف. توماس
إديسون. قلنا توماس مد بالواو، مد بالألف. إديسون مد بالياء، مد بالواو. طيب تلميذًا، تلميذًا، تلميذًا مد بالياء الممدود الميم. عندي كمان تنوين بالفتح، تنوين بالإيه؟ تنوين بالفتح. قلنا إن التنوين نون ساكنة كاذبة تلحق آخر الأسماء نطقًا وليس كتابة. طيب إحنا قلنا الكلمة اللي فيها تنوين اسم ولا فعل؟ اسم. يبقى عندي كلمة تلميذًا اسم، جمعها تلاميذ. ذكيًا فيها تنوين برضو بالفتح اهو، برافو عليكم. يبقى ذكيا دي ايه؟ نوعها اسم. يسأل فعل مضارع، فيها مد بالالف؟ لا طبعا، الالف ده الف مهموز، ما ينفعش يكون مد. ويبحث، ويبحث نفس الكلام برضو فعل مضارع. نعرف الفعل المضارع ازاي؟ فعل مضارع عمل يحدث في الزمن الحاضر او المستقبل، بيدل على التجدد والاستمرار، بيبدأ بحرف من حروف كلمة أنيت. طيب عشان أتأكد كمان إن هو فعل مضارع ممكن أحط له السين أو سوف، لو قبل السين أو سوف بيكون فعل إيه؟ فعل مضارع. يبحث بيبتدي بالياء أهي من حروف أنيت. طب عشان أتأكد أحط السين، يبقى سيبحث قبل السين، سوف يبحث قبل سوف، يبقى إذن يبحث فعل مضارع. يسأل سيسأل أو سوف يسأل، يبقى يسأل فعل مضارع، ويبحث أيضا فعل إيه؟ مضارع. ويجرب، عند الواو هنا حرف عطف والواو هنا برضو ايه؟ حرف عطف. ويجرب فعل مضارع ايضا، حط لها السين، سيجرب سوف، سوف يجرب. لم يكتشف احد مهاراته، ده كله على بعضه، الاسلوب ده كله على بعضه اسمه اسلوب نفي. اسلوب ايه؟ اسلوب نفي، لانه بيبتدي بلم، لم نافية، لم ايه؟ نافية، ادوات النفي. لا، لم، لن، ليس، ما. يبقى عندي اي اسلوب يبدأ بلم، لا، لن، ليس، ما، بيكون اسلوب نفي. يكتشف فعل مضارع، سيكتشف، سوف يكتشف، ما فيهاش اي حاجة من علامات الاسم، من علامات الاسم. كمان ما تقبلش قال، ما ينفعش اقول قال يكتشف، سوف يكتشف، سيكتشف. يبقى عندي يكتشف فعل مضارع، يجرب فعل مضارع، يسأل فعل مضارع، يبحث فعل مضارع. أحد تنوين بالضم، فيها تنوين، يبقى إذن أحد إيه؟ اسم ولا فاعل؟ اسم، لأن التنوين من علامات الأسماء. مهاراته، مد بالألف، فيها مدين بالألف، مد بالألف بيحب الفتحة، اللي عند المد بالألف الأولى الممدود الهاء. راته، عند الراء الممدود والالف المد. مهاراته دي اسمها هاء الضمير، الهاء دي اسمها ايه؟ هاء الضمير، تنطق هاء عند الوصل وتنطق هاء عند الوقف، وتلحق الاسم والفعل والحرف، هي هنا مع الاسم. مهارات، مهاره يعني براعه، مهاره يعني براعه. مهارات مفردها مهاره، ولكن عطف اهتمت، اهتمت خلاص وانتهت، اهتمت هنا فعل ماضي. اهتمت اعتنت، اهتمت اعتنت مضادها ايه؟ اهملت. امه، امه، ام جمعها امهات، واسم الهاء هنا هاء الضمير، دخلت هنا على الاسم اللي هي كلمة ام. طيب بتعليمه، الباء حرف جر متصل، تعليمه مد بالياء الممدود اللام، هاء الضمير ايضا هنا لحقت بالايه؟ لحقت بالاسم. طيب ام اسم، تعليمه اسم، ليه اسم؟ لانها متصله بحرف جر، والكلمه المسبوقه بحرف جر بتكون اسم. فاستمر يعني داومة، مضادها انقطع، عندي هنا اهو بتنتهي بايه؟ بحرف مشدد. في حرف جر منفصل. الدراسة، الدراسة لام ايه؟ لام شمسية. الدراسة مفرد جمعها الدراسات، كلمة مبدوءة بأل، قبلها حرف جر، تنتهي بتاء مربوطة، فيها ثلاثة من علامات الأسماء، يبقى إذن اسم. والبحث، البحث هنا لام قمرية، لأن اللام اتنطقت واتكتبت وتحمل علامة السكون، وتحمل علامة السكون. البحث جمعها الأبحاث، ونوعها، نوع الكلمة اسم، لأنها بدأت بإيه؟ بدأت بأل. فأصبح، أصبح خلاص وانتهى، فعل ماضي. مخترعا، مخترعا جمعها مخترعون.
مخترع، مبتكر، مضادها مقلد. مخترعا تنوين بالفتح، نوع الكلمة اسم فيها تنوين. للمصباح، للمصباح اللام الأولى دي حرف جر متصل، حروف الجر المتصلة الكاف واللام والباء. المصباح جمعها المصابيح. طيب احنا قلنا اللام حرف جر هنا لما بتدخل على الاسم بتزحلق ألف الوصل وتقف هي في مكانه. قلنا لما نيجي نعمل مقاطع صوتية لكلمة المصباح هنقطعها ازاي؟ هنحط اللام الأولى اللي هي حرف الجر دي في مقطع لوحدها، واللام التانية هحطها في مقطع لكن هرجع لها ألف الوصل اللي اتزحلق، لأن اللام حرف الجر لما دخلت زحلقت ألف الوصل. لما أجي أعمل مقاطع صوتية برجع الألف اللي اتزحلق تاني، وبعد كده بكمل تقطيع الكلمة عادي زي ما أنا متعود. مص، مص، الميم كسرة قوية بعدها الصاد سكون. مقطع باح، مد مع ممدود، مد بالألف مع ممدود الباء. حي، يبقى أنا كده قطعت كلمة للمصباح. الكهربائي، يبقى المصباح اسم، الكهربائي نفس الكلام اسم، مد بالألف الممدود الباء. طيب تعالوا نحلل بعد بعض كلمات الدرس. تلميذا نقطعها ازاي؟ احنا قلنا المتحرك مقطع لوحده. متحرك يعني ايه؟ يعني على فتحة او على ضمة او تحت كسرة. الساكن مع اللي قبله، الساكن مع اللي قبله، يبقى تلميذا التاء مع لام السكون مقطع. تل، تل، مي، مد بالياء. زن، زن، الذال مع ألف التنوين، مع تنوين الفتح. مينفعش أحط الذال لوحدها وألف التنوين لوحدها، خطأ. التنوين بيروح مع اللي قبله. الدراسة، لام شمسية، احنا قلنا اللام الشمسية لما باجي أعمل مقاطع صوتية بحط ثلاث أصوات في مقطع. بعد ما أفك الشدة عندي الدال هنا مشددة، فكها اتنين، دال سكون والدال التانية فتحة. الألف واللام هياخد الدال السكون. أهي الدراسة، أد، أد، دي، أد، دي. في بعد الدال سكون؟ لا طبعا، بحط الدال في مقطع لوحدها. را، را مع الألف. مد مع ممدود، نحط صوت على صوت يبقى الكلام مظبوط. مقطع سا قوية عليها فتحة، تو قوية عليها ضمة. أد دي، أد دي، را ساتي، أد دي، را ساتي. طيب كان، يعني عندي هنا مد بالألف يبقى الكاف ممدود مع الألف المد، مد مع ممدود في مقطع. نا قوية مقطع لوحدها. مخترعا، الخاء سكون هتروح مع الميم القوية، المو قوية بعدها الخاء سكون، الساكن مع اللي قبله، الساكن مع اللي قبله. تا مقطع قوية عليها فتحة، ري قوية تحتها كسرة. عن، عندي العين مع تنوين الفتح. مخترعا، مخترعا. طيب تعالوا بقى نعمل شبكة مفردات لكلمة تلميذ. أحط إيه لكلمة تلميذ في شبكة المفردات؟ أول ما بسمع كلمة تلميذ اللي بيجي في بالي تلميذ يعني في المدرسة. فصل، معلمون، أقلام، كتب، إيه كمان؟ سبورة، إيه كمان التلميذ؟ حقيبة، حاجات كمان كتيرة لكلمة تلميذ. طيب عايزين نعمل شبكة مفردات لتوماس إديسون. أول ما نسمع كلمة توماس إديسون، توماس إديسون مخترع، مخترعا. دراسة، بحث، يسأل، يجرب. أهم حاجة المصباح الكهربائي، اخترع إيه؟ المصباح الكهربائي.
لأنار لنا العالم كله عند وفاة توماس إديسون. العالم كله أطفى الأنوار إيه؟ حزنا على توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي. مين اللي اهتمت بتعليمه؟ أمه. أبحاث، دراسات. طيب الأم، عايزين شبكة مفردات لكلمة الأم، نحط للأم إيه؟ الأم حنان، عطف، حب، رعاية، منزل. طيب الأم كمان بتعد لنا الطعام، أولاد، تهتم بالأولاد. عايزين نعمل خريطة كلمة لكلمة اهتمت. اهتمت، احنا قلنا في خريطة الكلمة أول حاجة بيطلبها مني نوع الكلمة، يعني الكلمة اللي قدامك دي اسم ولا فعل؟ اهتمت. تعال نشوف كده، فيها حاجة من علامات الاسم؟ فيها ال؟ لا. طاء مربوطة؟ لا ما فيهاش طاء مربوطة. طب فيها تنوين؟ ما فيهاش تنوين. مسبوقة بحرف جر؟ مش مسبوقة بحرف جر. مسبوقة بياء النداء؟ لا. طيب تقبل ال؟ ينفع اقول ال اهتمت؟ ما تقبلش ال. يبقى انا عندي هنا اهتمت نوع الكلمة فعل. نوع الكلمة ايه؟ نوع اهتمت فعل، فعل ماضي. احنا قلنا دلوقتي فعل ماضي اهتمت، خلاص يبقى نوعها فعل. طب اهتمت يعني ايه؟ اعتنت. مضادها ايه؟ اهملت. عايزين نحطها في جملة. اهتمت الام بأطفالها. حط نقطة. مخترعا اسم ولا فعل؟ فيها تنوين، احنا قلنا التنوين من علامات الاسماء، يبقى انا مغمض كلمة مخترعا نوعها اسم. مخترعا يعني ايه؟ يعني مبتكرا. مبتكرا مضادها مقلدا. عايزين نحط مخترعا في جملة، نقول ايه؟ كان توماس إديسون مخترعا للمصباح الكهربائي. طيب انا دلوقتي خلصنا عائلات الكلمة، خلصنا خريطة الكلمة وشبكة المفردات، عايزين نعمل عائلة كلمة. عائلة الكلمة بنعملها مع الافعال. احنا قلنا ان يبحث فعل مضارع، عايز اعمل عائلة كلمة ليبحث، هحطها مع حروف كلمة انيتو مصدر الكلمة. يبحث ابحث مع حروف كلمة انيتو، هي محطوطة هنا مع الياء. ابحث نبحث تبحث أبحاث. طيب يجربوا مع أنايته نفس الكلام، أجربوا نجرب تجرب تجارب. وبكده يبقى خلصنا درس توماس إديسون. كانت معكم مس سمر عبد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.